صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في كفارة اليمين إذا أخرجت المبلغ للإطعام لإطعام 10 مساكين وزاد عن حاجتهم، فهل يمكن أن يأكل معهم غيرهم؟ يأكل معهم غيرهم لو ما زاد عن حاجته، يضيفون ما يخالف، يضيفون من يأتيهم ويعزمون ما يخالف، لأنهم إذا تملكوا الإطعام جاز لهم يتصرفون فيه. نعم.